صوت العرب من القاهرة يقدم تتوالى الأحداث وتتعاقب ونحن نرصدها ونحللها برؤية موضوعية في عين على الحدث. الإعداد والتقديم وائل الدمنهوري. عين على الحدث. هندسة الهواء داود محمد. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في عين على الحدث. وتتواصل أهازيج النصر، نصر أكتوبر في ذكراه 42، هذا النصر الملحمي الذي أعاد لأمة العرب مجدها وعزها وكرامتها، واستعاد أغلى بقعة على قلب كل وطني. سيناء مفتاح سر تاريخ مصر، مهد الديانات، وأرض سمعت صوت الله، اصطفاها الله ليتجلى بنوره على أرضها، لم يكلم أحدا من خلقه إلا عليها، ولم يظهر على بقعة من أرضه إلا عليها. فلقد اصطفى الله مصر، واصطفى منها سيناء، واصطفى من سنين الوادي المقدس طوى، ليكلم فيه عبده ونبيه موسى، وجبلا راسيا ليتجلى عليه. هي الأرض التي تحرسها الآلهة، كنوز فوق الأرض وتحت الأرض، جعلت من أرض القمر مطمعا للغزاة، بداية من الهكسوس حتى أهل الشر من مصاصي الدماء باسم الدين، ومرورا بإسرائيل التي دفع المصريون من دمائهم الغالية لردها وردهم إلى غير رجعة في انتصار عظيم قلب الموازين الاستراتيجية والعسكرية في العالم. وبعد معركة العبور تبدأ معركة البناء والتنمية على كافة المحاور، والتي من بينها هذا المشروع العظيم التجلي الأعظم الذي سيكون بمثابة حرم رابع وقبلة للتسامح والرحمة ومقصدا لعبادة الرحمن ورمزا لقدسية مصر التي اصطفاها الله ليتجلى بنوره على أرضها الطاهرة المباركة. التجلي الأعظم نقرأ في تفاصيل هذا المشروع العملاق والذي يأتي متزامنا مع احتفالات النصر في هذه الحلقة من عين على الحدث. أهلا بكم. بالأحضان يا سينا، وبالأحضان بالأحضان.
بالأحضان سينا نحتضن سيناء الغالية في الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. لابد بالفعل أن نحتضن هذا الجزء الغالي والثمين من أرض مصر، لأنها تحمل عرق ودماء المصريين الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل استعادة هذه الأرض الغالية. أيها الإخوة، أرحب بكم في هذه الحلقة من عين على الحدث، وأرحب بضيفي العزيز في استوديو صوت العرب، الباحث الأثري بوزارة السياحة والأثار المصرية، الأستاذ حسن عبد الله. أستاذ حسن، أهلا ومرحبا بك. أهلا بك وأهلا بمستمعي إذاعة صوت العرب. كل سنة وحضرتك وكل أمتنا الغالية بكل خير، ونحن ننتصر ونحتفل وسوف نظل نحتفل بهذا الانتصار الرائع الذي أعاد ليس لمصر فقط ولكن للأمة العربية مجدها وعزتها وكرامتها. يعني بلا شك بعد معركة العبور العظيمة التي تغنى بها العالم من أقصاه إلى أقصاه، بالفعل تأتي معركة البناء والتنمية، ومن ضمن هذه المشروعات هي مشروعات كثيرة بالفعل، ولكن اخترنا في هذه الحلقة مشروع يأتي متزامنا مع انتصارات أكتوبر وهو التجلي الأعظم، هذا المشروع بالفعل الذي أطلق عليه الحرم الرابع. يأتي في نقطة مهمة جدا من سيناء الغالية ودير سانت كاترين، لو حضرتك تعطينا الخطوط العريضة بداية حول هذا المشروع. تمام. احنا بنتكلم على ارض سينا، بنتكلم على ارض السحر والجمال، بنتكلم على ارض عبر فيها سيدنا عمرو بن العاص لينشر سماحة الدين الاسلامي في مصر، بنتكلم على ارض عبر منها او سلك الطريق بتاعها صلاح الدين الايوبي ليطرد الصليبيين من فلسطين ومن سوريا، بنتكلم على ارض تقهقر عبرها وسلك طريقها الهكسوس الذي طردهم الملك المظفر أحمس، حقق حلم أبوه سكن الرع تاع اللي مومياءه بتركض في المتحف المصري وبها 5 طعنات في الرأس شاهد عيان على إذن دماء المصريين على أرض سيناء منذ أقدم العصور. طبعا طبعا شاهد عيان على بداية حروب التحرير في للهكسوس وانتصار أحمس العظيم. ذاك الأرض الذي تجلى الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، ذاك هي أرض سينا. أرض سينا الغالية اللي في العصر الحديث في سنة 73 حصل نفس تكرار للتاريخ، وكأن يا وائل دي التاريخ بيعيد نفسه. احنا بعد انتصار الزعيم الراحل محمد أنور السادات في 73 عمل معاهدة اسمها معاهدة السلام. معاهدة السلام، طب احنا لو جينا ورجعنا شوية بالتاريخ للجد الأكبر رمسيس الثاني وبعد انتصاره وكتب على معبد الكرنك انه انتصر على الحسين وفي عز انتصاره، شوف بقى التاريخ بيعيد نفسه ازاي. اول معاهدة للسلام في التاريخ بالظبط. شوف بعد رمسيس الثاني ما انتصر على الحسين عمل معاهدة السلام وكتب بنودها على معاهدة المنتصر حسن. طبعا شوف احنا في عز انتصارنا بنلجأ للسلام. ليه بنلجأ للسلام في عز الانتصار؟ عشان نوري العالم احنا ما بنقولش سلام من ضعف، احنا اقوياء شعب قوي عزيز. فعلا في عز الانتصار بتاع الملك رمسيس الثاني معاهدة السلام اللي بنودها بتقول ايه؟ عدم الاعتداء على املاك مصر في سوريا وفي فلسطين. الله، هي حدود مصر كانت اكبر من كده. اللي لوحه في نهر الفرات عصروا عليها للملك في العراق في للملك تحتمس الثالث اللي بتقول بدايه حدود مصر نهر الفرات اللي بتنتهي عند الجندل الرابع في السودان، ده كان الملك تحتمس الثالث، دي حدود مصر. عدم اعتداء على املاك مصر في سوريا، رساله بلهجه القوه طبعا. عدم الاعتداء على حدود مصر، حدود مصر بتبتدي من العراق، خدت بال حضرتك، و تسليم اللاجئين اللي هم اي لاجئ
هيعمل حاجة في مصر تسلمهم أو المجرمين تسلمهم المعتدين بمعنى صح. بالضبط. وفي بقى حاجة في منتهى الغرابة، لما اتفق الملك رمسيس الثاني مع الحسيين اتفق وقال ان اي دولة تعتدي على اي من الدولتين اللي هي الدولة الحسية او الدولة المصرية يعتبر اعتداء على مصر، ودي اللي اطلق عليها حديثا اتفاقية الدفاع المشترك ليأتي الزعيم الراحل محمد انور السادات. وكأن التاريخ بيعيد نفسه ويعمل معاهدة السلام في بقام بديفيد لإسرائيل، وإحنا في عز انتصارنا. ذاك هي أرض سينا. طيب أنا عايز بقى أوجه شكر بجد للقيادة السياسية الحكيمة وعلى رأسها السيد الرئيس. هقول لحضرتك ليه، و الشاهد العيان هنشكر الرئيس ليه. انا مش بشكره علشان حاجة ما عملهاش، لا انا هقول لحضرتك احنا في 2010 كنا بنقيس السياحة لما وصلت اليه بالفعل، او احنا كنا بنتمنى ان نصل الى ما وصلنا اليه في 2010. جميل. لكن طب وصلنا ل 2010 لايه؟ 12 مليون سائح، يعني بمتوسط دخل حوالي 12 مليار دولار. جميل. طب انت عارف يا استاذ وائل، واحب اقول للسادة المستمعين، احنا وصلنا للسياحة سنة 2019 ل 12 مليون سائح، يعني وستة من عشر. تمام. يعني ايه؟ يعني بمتوسط دخل 12 مليار دولار و600 مليون جنيه في عهد مين؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي. جميل. في ظل ظروف اقتصاديه يعني صعبه عجزت العالم كله. طب جميل. طب ليه احنا وصلنا لاننا عدينا، ولكن نطمح في المزيد بلا شك، لان مصر يعني لا. تمتلك من الاماكن او من الانماط السياحيه المختلفه، انماط سياحيه ثقافيه. تمام. سياحه شواطئ، سياحه سفاري، سياحه علاجيه. مصر تمتلك العديد من الانماط التي لا تتوفر في اي دوله من دول ده العالم. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا في 2020 وانا كنت في برنامج في قناه النيل الاخبار ملفات، كنا بفضل الله متوقعين ان احنا نعدي العشرين مليون سائح يعني بالراحة، لكن الظروف كوفيد 19 اللي حصل ودي تأثير على مستوى عالمي. العالم. طيب هنقول القيادة السياسية في جزء في عجالة، انا لو اتكلمت هتكلم كتير لكن في عجالة كده. القيادة السياسية عملت ايه؟ عملت اولا دمج للسياحة الترفيهية مع السياحة الثقافية. طيب احنا عايزين نتكلم بالراحه، يعني عشان نبدا اولا يعني يا استاذ حسن بدمج وزاره السياحه والاثار، الى اي مدى يسهم هذا الدمج في الترويج للسياحه المصريه؟ تمام. وجعلها او نقدر نقول تعظيم العائد منها. طب تمام. السياحه الترفيهيه كان اعلى معدلات دخل بالنسبه لها بتخش. طيب انا في شرم الشيخ دي سياحه ترفيهيه، خدت بال سعادتك؟ ما كانش فيه متحف. هو كان فعلا في مشروع متحف انه يقام لكن ما اقامش. طيب في الفترة دي في متحف شرم الشيخ لدمج السياحة الترفيهية بالسياحة الثقافية. طيب الاعجب بقى، انا نفسي كنت في حلقة من الحلقات بقول ايه، وكنت تقريبا في نص ساعة سياحة بقول ايه، بقول عايز تشوف عظمة مصر اذهب الى لندن، نيويورك، باريس، حتى اسطنبول، سدجد، مسلة او اقصر شاهد عيان على عظمة. لا احنا مش عايزينهم في لندن، عايزينهم يجوا مصر. ما انا بقول لحضرتك استعيد اثار منهوبة. ما احنا بقى بنتكلم بالواقع اللي موجود. لا عايز تشوف عظمة مصر، تعال ميدان التحرير. ستجد مسلة للملك رمسيس ارتفاعها حوالي 19 متر لتزن 90 طن، وانا في صباح القاهرة سجلت حلقة في ميدان التحرير، وأنا بشكر وزارة الداخلية على رأسها السيد الوزير بصراحة لأنهم قدموا لي تسهيلات كبيرة جدا على إني سنتحدث أستاذ حسن عن الأنماط السياحية المختلفة التي تزخر بها مصر، ولكن اسمح لي بعد الفصل نتحدث عن يعني هذا المشروع العملاق الذي يأتي ضمن سلسلة العديد من المشروعات العملاقة التي يعني
بدأت فيها مصر بداية من عام 2013. نتحدث عن التجلي الأعظم وأهمية هذا المشروع في سيناء الغالية، ونحن نواصل احتفالاتنا بنصر أكتوبر العظيم. خطوينا ليك يا عدت عدد الرمال وعدت، ومن النفق لطابة عشاق دايبين صبابة. خطوينا ليك يا عدت عدد الرمال وعدت، مشاريع يا ما استجدت للخير والحب يابا، وإن العدة وسارع القمر، وانتي يا بتفنشيني علشان تحلى الصور. يا نيل يا نيل يا عقد لوني زوق صدر القمر، وانتي يا بتفنشيني علشان تحلى الصور. محلاكي بالعمار والخضرة والاصدار والخير باب فاتح. التجلي الأعظم، الحرم الرابع وقبلة مصر للتسامح والرحمة ومقصد عباد الرحمن، هذا المشروع العملاق الذي يأتي رمزا لقدسية مصر التي اصطفاها الله ليتجلى بنوره على أرضها الطاهرة المباركة. أيها الإخوة، أجدد التحية بحضراتكم وبضيفي العزيز الأستاذ حسن عبد الله، الباحث الأثري بوزارة السياحة والآثار المصرية. أستاذ حسن، التجلي الأعظم، هذا المشروع العملاق، أهمية هذا المشروع، رمزيته ورمزية المكان الذي سوف يقام عليه. تمام. طيب هنتكلم بالراحة كده، مين هي القديسة كاترين؟ وإيه اللي نسب إليها؟ تمام. وإشمعنا يعني المكان في سينا، اتنقل في سينا ودير سانت كاترين موجود في سينا؟ عايزين نقول إن البقعة دي تحديدا فيها رمز للديانات السماوية الثلاث، طبعا الإسلامية والمسيحية واليهودية. تمام. طيب أنا عايز في عجالة كده، يعني مش عايزين نتكلم ونطول، مصر مهد للحضارات. طيب احنا كتير بنسمع الحكمة دي بتتقال كتير، لكن أنا عايز السادة المستمعين يركزوا معايا وبالتاريخ تحديدا، عشان نتكلم على يعني أشهر الحضارات اللي أقيمت على ذاك الأرض، أرض مصر العظيمة. يعني باخد فكر السادة المستمعين كده جزء ويروح معايا لفترة احنا مش عارفين الشواهد الأثرية بتاعتها ابتدت امتى، لكن نعرف انتهت امتى. هل هذه المنطقة مسجلة على قائمة التراث العالمي ام لم يتم تسجيلها؟ لا، مسجلة. مسجلة من سنة 2002 منظمة اليونسكو. جميل. مسجلة على جميل. لأن احنا للأسف لدينا العديد من الآثار التي تستحق أن تكون قائمة وموجودة بالفعل على قائمة التراث العالمي، ولكن يعني غير مسجلة بالفعل. لا، مسجلة. وإن شاء الله أنا بقول قبل ما نتكلم على مصر مهد للحضارات، غدا بإذن الله مشرق وبكلم كل عموم الناس اللي بيسمعونا دلوقتي. غدا مشرق ليه؟ لأن أنا لامس بإيدي وشايف بعناية ان السياحة في الفترة اللي جاية
قدم لمصر كتير قوي. مصر ما نالتش حظها من السياحة فعلا في الفترة اللي فاتت، لكن هي تستحق الكثير والكثير والكثير إن شاء الله. نعم تمام. هنرجع بقى ايه قديسة كاترين. تمام. ومصر مهد للحضرات. ومصر مهد للحضرات. هنرجع بالذاكرة كده لفترة قلنا ان مفيش شواهد أثرية بدأت امتى. اللي هي حياة الترحال. يعني بداية الحياة على أرض مصر العظيمة. بداية الحياة كان الإنسان لا يشغله غير انه يسد رمقه. لا احتياجه للماء والغذاء بالضبط. لا كان بيلبس ولا كان بيلبس لبس يقيه حرارة الجو او برد الشتاء. نعم. هو كل اللي شغله انه هو يسد رمقه. فكان عايش ازاي؟ عايش فوق الجبال بجانب الهضاب تحت التلال. المهم انه هو يسد رمقه. الفترة دي بدأت امتى تحديدا؟ مفيش شواهد أثرية بتقول بدأت امتى. لكن تعالى بقى انتهت امتى الفترة دي؟ الفترة دي اسمها فترة جمع القوت او سميت بكده لان الانسان كان عايز يسد رمقه. تمام. فقط لا. تمام. تمام. انتهت لما عرف الانسان ايقاد النار. فايقاد النار ابتدى الانسان بدل ما كان بيستخدم الأواني من الطين ابتدى يستخدمها الفخار. من الفخار. بدل ما كان بياكل اللحم ني ابتدى يطقوه. وابتدت الحياة تتغير وبدأ من هنا التأريخ. تمام. لا لسه ده التأريخ شوية كمان. وابتدى يعرف الزراعة. عرف ان بفضل الله طبعا الأرض بتنبت الزراعة. فابتدت رحلة تانية وابتدى استئناس الحيوان. استئناس الحيوان اللي هو ضمن مخزون وافر من الطعام بالنسبة لي. ابتدت مرحلة تانية اسمها مرحلة انتاج القوت. وابتدى الانسان يعرف ان في زراعة. فابتدى يبني مسكن بسيط. ابتدى يلبس ملابس من الكتان. لما الانسان يا وائل بيه حس باني عنده اشباع مادي ابتدى ينظر الى الكون. يتطلع بقى لما حوله. بالضبط. ينظر الى الكون. فنظر للشمس وجد رحلة تشرق ثم تغرب ثم تعود للشروق من جديد. تدبر في الكون بقى. بالضبط. ابتدى يبص للنبات ينبت ثم ينضج ثم الحصاد ثم يعود رحلة من جديد. بص للقمر. القمر يسطع ثم ينير ثم بيختفي ثم تعود الرحلة من جديد. حتى نهر النيل بص له يفيض ثم يغيض ثم يعود من جديد. صحيح. فابتدى الإنسان قال إن كل شيء في الطبيعة ما تخلقش للعدم. يبقى في رحلة مرار. يبقى الإنسان ما تخلقش عشان ينتهي حياته بالموت. لا ده في حياة تانية بعد الموت المفروض ان الإنسان هيعيشها. وابتدى يؤمن بفكرة البعث. بالظبط. في الفترة دي يعني ابتدى يبقى في لغة حوار ما بينهم وبين بعض بس عن طريق الإشارة. فقال ان اللغة دي مش هتافي ولا هتكفي ان هو ايه حد بعده يجي يعرفه. فابتدى الحروف الابجدية للغة المصرية القديمة. هنتكلم بالراحة كده. يعني ايه؟ يعني هو خد اللغة الهيروغليفية من الطبيعة. ايوة طبعا. تعالى بالراحة كده. هو عايز يشرب. فمعذرة احنا في الإذاعة فمش هعرف يعني. عايز يشرب بيعمل تعريجة المية. بالظبط كده. يعملها ثلاث مرات. استوحى من الطبيعة حروف اللغة التي يتحدث. بالظبط كده. تعريجة المية. طب عايز بيت ابتدى يعمل مستطيل تحت كده ناقص ضلع صغير بر بيت. والإنسان يرسمه تعبير عن الإنسان. البومة يرسمها تعبير. بدأت الحضارة المصرية القديمة في سنة
تقريبا. بعض المؤرخين قالوا سنة 3100 قبل الميلاد، والبعض الآخر قال 3200 قبل الميلاد. يبقى إحنا ابتدينا حضارة، حضارة المصرية القديمة اللي علمت الناس، هي سبب العلم والمعرفة. طب تخيل بقى أستاذ وائل إن حتى الحضارة المصرية القديمة إحنا في العصر الحديث كنا نجهلها، نجهل يعني كثير عنها. صحيح. نجهلها أصلا. تمام. لحد إمتى؟ لحد ما جه الاحتلال الفرنسي مصر وكانوا بيحفروا خندق. الكلام ده كان تقريبا سنة 1799 ميلادية، ووجدوا حجر رشيد. تمام. اللي هو نادين بالظبط، اللي فك رموز اللغة المصرية القديمة، فكها سنة 1822 ميلادية. جان فرانسوا شامبليون اللي فك اللغة المصرية وقال ان من خلالها عرفنا نقرا التاريخ القديم. ابتدينا بقى، ابتدينا عرفنا ان في حضارة مصرية قديمة. طب انت عارف برضه يا استاذ وائل، يعني عايزين حجر رشيد، من المعلوم انه خرج بطريقة غير شرعية. يعني كان في الفترة دي فترة احتلال، وحصل معاهدة ما بين بريطانيا وما بين فرنسا، وعلى اثارها خدت بريطانيا حجر رشيد. احنا من صوت العرب، وبضم صوتي وبناشد اليونسكو وبنقول حجر رشيد اثر مصري بنسبة 100%، خرج بطريقة غير شرعية، فأرجو التدخل ورجوع الحجر للأم. أخشى أن يعني يدهمنا الوقت ونتحدث كثيرا عن هذا المشروع العملاق اللي هو التجلي الأعظم. أنا بمناسبة يعني التاريخ الفرعوني آلاف السنين، أو بلاش الفرعوني لأن لقب الفرعون كما تحدثنا سابقا، مصر القديمة. هي مصر القديمة، تاريخ مصر القديمة يطول الحديث عنه، ولكن ونحن في ذكرى النصر انتصار أكتوبر واستبداد سيناء، أهمية مشروع التجلي الأعظم. كنا نتحدث عن القديسة كاترين والتي نسب إليها دير سانت كاترين. طب جميل. هنختصر. نختصر. عشان وقت الحلقة. هنختصر بقى ونقول إيه، ونقول إن الحضارة المصرية القديمة سنة 332 لما جه الإسكندر الأكبر غازي لمصر وتوجوه كهنة أمون في سيوة، واعتبروه ان ولقبوه بلقب سارع اي ابن الاله، وتوجوه بالتاج ذو القرنين، واعتبروه فاتح لمصر وليس غازي مصر. سنة 30 قبل الميلاد تحديدا جه الاضطهاد الروماني مصر، واذاق المصريين مرارة الاستيلاء على مصر، استبداد وظلم، استبداد وظلم وقتل. في بداية منتصف القرن الأول الميلادي ظهرت الديانة المسيحية، وتحديدا سنة 305 ميلادية اعتنقت القديسة كاترين الديانة المسيحية، وزاع واشتهر صيتها، حتى أتوا بيها أباطرة الرومان وربطوها في عجلة اسمها عجلة التعذيب ليفصل جسدها عن رأسها. وشاع في التعذيب يعني. لا لا لا، الرومان لما بقرأ الأحداث بتاعتهم وهم موجودين في مصر، أحداث مؤسفة جدا جدا، فربطوها في عجلة التعذيب ليؤدي إلى وفاتها بالتعذيب بالطريقة البشعة دي. تمام. بعد حوالي 50 سنة يرى أحد الرهبان في منامه أن الملائكة قد أخذت رفات القديسة كاترين ووضعته على جبل سيناء، الجبل الذي سمي باسمها دير سانت كاترين، ليجتمع الرهبان وينقلوا باقي الرفات إلى هناك ليقام دير سانت كاترين. إذن نقل الرفاة بالفعل بعد هذه الرؤية إلى هذا المكان. تمام. تمام. لينقل إلى هنا. المكان له قدسية كبيرة وله أحداث تاريخية كبيرة جدا رأت القيادة السياسية
على رأسها السيد الرئيس بمشروع التجلي الأعظم وبداية تطوير دير سانت كاترين. شوف يا وائل بيه، احنا عايزين نقول، يعني انا عايز اقول لحضرتك، المطار اللي بيتطور في سانت كاترين حاليا علشان يبقى فيه رحلة ذهاب وعودة يوميا، شوفوا يكلف قد ايه. خدت بال حضرتك المكان اللي بيطوروا فيه المطار؟ طب لوحة الفسيفساء اللي هم حاليا بيرمموها، اللي هي بعض الزجاج، خدت بال حضرتك، اللي هو موجود في أرضية الذهب المظلم، حاجة في منتهى الروعة. طب مكتبة دير سانت كاترين التي تعد من أشد المكتبات بعد، يعني هي تاني مكتبة بعد مكتبة الفاتيكان. جبل سيدنا موسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، اللي ارتفاعه 2285 متر، اللي كان في الفترة اللي فاتت بيتعمد الزوار على أنهم يتسلقوا لينظروا إلى منظر رائع وهو شروق الشمس. عايز أقول إن يعني سيادة الرئيس نفسه مهتم بهذا المشروع، وقال إن أعمال التطوير سوف تراعي أو يجب أن تراعي عدد المساس بموقع الوادي المقدس، أيضا الجزء الرئيسي من المحمية الطبيعية، والتأكيد على عدم إقامة أي مباني، لأن بالفعل إقامة أي مباني حديثة في هذا النمط السياحي أو الأثري أعتقد إنه يعني بيضيع الكثير طبعًا جدا من طبعًا قيمتها. اسمح لي ان احنا نواصل هذا الحديث مع حضرتك الاستاذ حسن عبد الله، ولكن بعد هذا الفاصل. الاولى قلنا جاي لك وجينا لك، ولا تهنا ولا نسينا. طيب والتانية عن القول والله ما سمينا. اي والله. والثالثة انت حملي وانا حمالي، صباح الخير يا سينا، وصباح يا سينا رسيتك مراسينا، صباح يا سينا رسيتك مراسينا، تعالي حضننا الدافي ضمنا وبوسينا يا سينا يا سينا، صباح الأوطان، مش سهل على الشبان السوق عن الأوطان،
على الشبان يسوق عن الأوطان. على رملة شط سينا قلنا يهون علينا ده أول الشطران ده أول الشطران. صباح الخير يا سينا، من قال إني نسيتك ومش سهل على الشبان يسوى عن الأوطان. أشكر زميلي داود محمد الذي يمتعنا دائما خلال حلقات عينه على الحدث، يعني كل كلمة في هذه الأغنية وكل الأغنيات التي عصرت حرب أكتوبر وما قبلها حرب الاستنزاف بالفعل بتنمي الشعور الوطني وبأهمية هذا الجزء الغالي من أرض مصر، والذي يجب أن يعني نعيد هذه الروح لأبنائنا ليعلموا قيمة هذه الأرض ويعني مدى طهارتها ومدى قدسيتها. نواصل مع الباحث الأثري بوزارة السياحة والأثار المصرية الأستاذ حسن عبد الله الحديث عن مشروع التجلي الأعظم، وكنت حضرتك بتعدد الأماكن التي يتضمنها هذا المشروع، مشروع التجلي الأعظم. تمام. ليه بنقول عليه الحرم الرابع؟ عندنا مكة والمدينة والقدس، سيكون هذا بمثابة حرم رابع. تمام. أنا عايز أقول لحضرتك إن التطوير في المكان دوت اللي هو المكان المقدس في سيناء هيشمل، قلنا المطار، المطار هيبقى رحلة شغل يومية من القاهرة إلى سانت كاترين. بالضبط كده. جميل. هيشمل مكتبة الدير اللي هو دير سانت كاترين، هيشمل بدل مكان الزائر بيتسلق الجبل هيلقى وسيلة مريحة، ممكن تلفريك مثلا أو حاجة تلفريك. فعلا هيشمل اني هتبقى فيه سيارات كهربائية تاخد الزائر من مكان انتظار السيارات الى الداخل جوه المكان، تسهيل الحركة، الحركة بالنسبة للسائح بالفعل. بالضبط كده. هينشئوا مدينة على الطراز السيناوي، يعني مش هيعملوا تغيير الطابع البدوي، المكان ده غير مطلوب طبعا لانه لازم نحافظ على الطابع البدوي. بالظبط كده. المكان ده مكان اثري، فالقيادة السياسية عندها وعي كبير جدا بالامور الاثرية وبتاخد بيها في عين الاعتبار بازارات، البازارات دي هتبيع الحاجات السينوية، تنشيط لحركة التجارة في المنطقة وفتح أفاق جديدة للفرص عمل للشباب. بالزبط. اللي لا يجب أن يسهو على الأوطان بالفعل. بالضبط. بالضبط. أنا بقول للشباب رسالة، بقول لهم غدا مشرق، بس عايزين كلنا نتحد في إيه؟ في إن أي شيء نسمعه أو يحاول يخلي الانتماء بتاعنا يقل بمصريتنا احنا كلنا نقف. يعني انا مصر عظيمه وتستحق من كل انسان انه يعشق كل حبه رمل من ارضها. بالظبط. بالظبط. يعني ايه انت حضرتك، يعني في بعض الاحيان لما بفتح الفيسبوك واشوف بشوف حاجات يعني هراءات كتير، لا احنا عايزين كلنا كمصريين ايدينا في ايدين بعض. واللي زعلانين من الفتره الاقتصاديه، انا بقول لحضرتك باذن الله غدا مشرق. وخد بالك العملية مش عليك بس، والله العظيم علينا كلنا. صح. وإحنا علشان بنقرأ في المشهد، ما هو التاريخ ده هو إيه؟ هو معرفة الماضي، معرفة الماضي اللي بيه بنبني مستقبلنا. بالفعل. هنقول اللي بيحصل في الحاضر، اللي بيه إن شاء الله هننير الطريق للمستقبل. فأنا بقول لك إن اللي بيحصل ده، يعني أنا هنرجع بس سنة صغيرة للسيد الرئيس. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ما يترشح للرئاسة، مش إحنا نادينا الشعب المصري يا سيادة الفريق تترشح علشان تطلع مصر؟ طب أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني معذرة في بعض الكلام أو هتجاوز، يعني السيد الرئيس مش شعبيته كانت كبيرة جدا؟ الراجل ده كان قادر تظل شعبيته موجودة وانه ما يخليش الشعبية في إرادة، في إرادة للنهوض بهذا الوطن لمنطقة أخرى يتمناها المصريون. ما أنا هقول لحضرتك برضو، هقول لحضرتك يا والبي، أنا متابع خطابات الرئيس كلها. يعني الرئيس بيقول إيه؟ بيقول أي حد عنده أي كلام
عن مصر للنهوض بيها انا عندي استعداد ان اقعد معاه، بس هو يكون دارسها قوي بالظبط علشان ما نضيعش لا وقته ولا وقت السيد الرئيس. لا السيد الرئيس عنده هذا تطوير يا استاذ حسن اللي هو التجلي الاعظم، هل بيشتمل على انماط سياحيه جديده ام انه سيحافظ على الانماط المعهوده عن سيناء؟ ويعني فكره ان حضرتك اشرت انه سيتم دمج ما بين السياحه الاثريه مع السياحه الثقافيه، تمام، الى اي مدى بيسهم هذا في تعظيم هذا المنتج الاثري والسياحي اللي بتجتمع عليه ارض سيناء؟ طيب انا هقول لحضرتك، هو السياحه الترفيهيه لما كان بيجي السايح علشان يقيم في الفندق، طب هو عايز يعرف تاريخ البلد دي كان بيعاني قد ايه. يعني مثلا هو موجود في شرم الشيخ، اقرب مكان ليه عشان كان يجي يشوف كان هنا المتحف المصري. شوف مدى الشقاء والعناء اللي كان بيعانيه ومدى تكبد كتير من المصاريف علشان يجي. لا احنا قلنا له انت موجود في شرم الشيخ، موجود في متحف في شرم الشيخ، اتعرف عليه. اتعرف على ايه؟ اتعرف في شرم الشيخ على فترة زمنية معضلة من معضلات التاريخ، بل أرهقت كتير الباحثين. أرهقت الباحثين في إيه؟ ما هو معروض هناك رأس للملكة حتشبسوت. الملكة حتشبسوت اللي أنا يعني إحنا لحد الوقت مش عارفين إزاي الملكة حتشبسوت تولت مقاليد حكم مصر تحديدا. ليه؟ لأني كان الملك تحتمس الثالث هو بالفعل اللي تولى الحكم وابتدى يظهر، بس كان سنه صغير، وتولت حتشبسوت الحكم كوصية. فجأة لقينا توارى عن الحكم الملك تحتمس الثالث لفترة 20 سنة اللي حكمتها حتشبسوت. بعض المؤرخين قالوا ايه؟ بعض المؤرخين قالوا ان ربما الملك تحتمس الثالث اتربى تربية عسكرية، والبعض الآخر قال ربما ان نافته حتشبسوت. على كل الأقاويل ان لما جه الملك تحتمس الثالث يحكم مصر، التاريخ قال لنا ان اعظم امبراطور حكم مصر ورسم حدودها هو الملك تحتمس الثالث، وعمل حوالي 17 معركة. تخيل ان اشهر معركه معركه مجدو اللي التاريخ اللي شوف لما انا عن نفسي لما بقرا فيها بقول لا مش متخيل. استراتيجيه عسكريه متقدمه كبيره جدا. بياخد الجيش من الأنطرة شكل. وزي ما حضرتك قلت ان التاريخ بيعيد نفسه حتى في مسار الحروب، ان مصر دائما سباقه في اختراع العجله زي ما بنقول بالظبط. وقلنا ان السيد الرئيس محمد انور السادات الزعيم الراحل عمل نفس اللي عمله رمسيس الثاني. طيب احنا لحد دلوقتي بيدرسوا الخطط العسكريه للملك تحتمس الثالث ليه؟ واحنا في قمه التكنولوجيا. ايوه احنا في قمه التكنولوجيا بندرس لناس شخصيات عسكريه جدا لا تهاب الحرب ولا تهاب اي شيء غير فرض سيطره السيطره المصريه على الحدود بتاعتها. لما خد الجيش وكان ماشي من الانطره شرق علشان يتقابل على حدود فلسطين، كان قدامه ثلاث طرق، فجمع القادة العسكريين المشهورة. حتى إسرائيل عندما حاولت دخول إلى سيناء حاولت العبور من هذه الثلاث طرق أيضا. يعني أيوة أنا شرفت ومش هستفيد بيها إن أنا كنت في البعثة العشرة إني كنت أحد مكتشفي البوابة الشرقية، وكرمني الدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار السابق. والدكتور خالد العناني برضو له مني كل كان هناك طريق للحج وطريق ساحلي وطريق في وسط سيناء. تمام. طيب اللي هو الملك تحتمس الثالث كان قدامه ثلاث طرق. لما جمع القادة العسكريين القادة العسكريين قالوا له الطريق الأول ممهد وآمن. طب والطريق الثاني؟ قالوا له الطريق الثاني إن سلكته فهو نسبة الأمان فيه أكبر، محفوظ المخاطر. لكن في طريق، تخيل معايا بقى وائل بيه كده، الطريق ده ما بين جبلين والجيش هيعدي ما بينه. أي من القادة العسكريين قالوا له لأ. طيب هو بالفعل قبل أن يفاجئ
التاريخ فاجئ القوات بانه هيعبر الطريق اللي محدش قاله عليه. ليه؟ لانه قصير. بس لك ان تتخيل والساده المستمعين ان الطريق دوت طريق ما بين جبلين، لو العدو عرف ان خلاص انتهى، ما فيش جيش مصري. لكن هو عبر بالفعل الطريق. لما كان بيجي يحارب، خدت بال حضرتك، يحارب على شكل نص دايرة، فيشتد الحرب، يروح الملك تحتمس الثالث الامبراطور الكبير العظيم يروح يكمل الدايرة على العدو، يبقى العدو في نص الجيش المصري، فيضطر للاستسلام، وبالفعل انتصر الملك تحتمس الثالث في موقعة مجده. الأستاذ حسن عبدالله الباحث الأسري بوزارة السياحة والأثار المصرية، نستكمل وتبقى من وقت هذه الحلقة، ولكن بعد أذان العشاء الذي حان الآن موعده في القاهرة. الساعة الآن في صوت العرب 7:11. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرفع نداء الحق. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
من جديد أيها الأخوة أرحب بكم وأرحب بضيفي العزيز الأستاذ حسن عبدالله الباحث الأثري بوزارة السياحة والآثار المصرية. نتحدث فيما تبقى في هذه الحلقة عن سيناء وعن يعني عظمة هذا المكان التجاري الأعظم. وبالفعل مشروع عظيم يأتي على قدر عظمة هذا البلد وعلى قدر عظمة هذا المكان الذي تجلى فيه رب العزة سبحانه وتعالى على نبيه موسى. سيناء التي هي مصر الأنبياء بالفعل التي يجب أن نتحدث عنها طوال العام وليس فقط في شهر أكتوبر شهر النصر. التجلي الأعظم، ماذا غير التجلي الأعظم في سيناء يعني ليستحق من كل مواطن بالإضافة إلى القيادة السياسية والحكومة أن تقبل عليه لتستحق أو لتتبوء المكان التي تستحقه؟ تمام، يعني إحنا لو كلمنا بس بجزء بسيط عن سيناء والأهمية الاقتصادية، يعني بنحب ننوه ان سيناء بالنسبه للاهميه الاقتصاديه عندك اكبر حقول بترول، عندك حقول بترول بلعيم راس سدر، دي شيء موجود، اكبر منجم للمنجنيز موجود في سيناء. طب انا عايز اخد حضرتك في عجاله بسرعه عشان نقول يعني في بعثه ايطاليه فرنسيه، البعثه دي لقت بقايا افران على شاطئ البحر الاحمر. الافران دي بتعمل ايه؟ افران تكاد يعني زي الافران البلد اللي تكسر المعادن يعني. والله الافران دي البقاء الافران هي عباره عن الفرن البلدي، ويعني الناس اللي عايشه في الريف هتفهمني كويس. تمام، وفيها بعض العيون والصور موجوده. يعني كانت بتستخدم في ايه؟ هقول لحضرتك الـ 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 الافران دي كانوا بيمسكوا فيها البوص مفرغ. تمام، البوص وفي... اللي بيسمع منه ورق البردي ولا البوص ايه؟ لا هو البوص ده اللي هو يعني زي ايه، ده في الريف موجود وده زي الغاب. يعني ده مفرغ وفي نهايته حاطين الطينة الطفلية عشان ما تتحرقش. ويحطوا خشب، الخشب ده عشان يولد الطاقة. وبيجيبوا مادة بقى اسمها الملا قايت. المادة دي يعني خضرة كده، مدية اللون الخضار زي حبيبات الرمل بس على اكبر شوية. انت عارف لما كانوا بيحطوا المادة دي بالنار البسيطة دي بيستخرجوا النحاس الخالص. وقالوا ايه؟ وقالوا ان النحاس الخالص ده موجود في شبه جزيرة سيناء. فاذا سيناء من الاهمية السياحية ليس بالقليل، من الاهمية الاقتصادية ليس بالقليل. لذلك الغزاة في الخارج عينهم كلهم على ارض سيناء، واحنا لن ينالوا شبر من ارض سيناء طول ما القيادة السياسية اللي موجودة واحنا في ظهرهم من سيناء الا على دماءنا كلنا، وكلنا جنود لهذا الوطن. نعم. وهاخد حضرتك في عجالة، يعني انا عارف ان وقت البرنامج خلاص اوشكنا على الانتهاء. هاخد حضرتك في عجالة لاننا عندي افكار لتنشيط السياحة عموما. يعني عندنا ده اللي كنت اكلم حضرتك فيه بالفعل، ان بالفعل حضرتك قلت ان احنا وصلنا الى ما كنا عليه قبل عام 2010 او في عام 2010، ولكن هذا ليس كافي بالنسبه لمصر بالنسبه لمقدراتها اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها اياها من انواع مختلفه، اللي هي زي ما قلنا سياحه ثقافية، سياحة شاطئية، سياحة دينية، سياحة ترفيهية، وأيضا سياحة علاجية. إيه السبيل اللي احنا بالفعل ممكن من خلاله نستعيد قوة مصر السياحية من خلال استحداث أنماط جديدة؟ تمام، أنا هقول لحضرتك يعني شخصية الإسكندر الأكبر شغل العالم كله. خدت بال حضرتك؟ طيب الإسكندر الأكبر اللي احنا نوهنا عنه في جزء من شخصيته انه لما جه مصر اعتبروه فاتح وليس غازي وتوجوه، يعني شخصيته كانت بالنسبة للمصريين وسميت الاسكندرية نسبة الى اسم الاسكندر الاكبر. طيب ايه بقى هنستفاد منه ازاي؟ هقول لحضرتك، توفي الاسكندر الاكبر ببابل العراق حنطة بمنف هنا جيزة. مومياؤه ظلت
الأمان العامة لسنة 200 ميلادية. تمام؟ 200 ميلاديا يعني موجودة فين؟ في مصر. ابتدت الأخبار تتضاءل جزءا فجزءا حتى أصبح الضباب تجاه شخصية الإسكندر الأكبر. طيب أنا بقول إيه بقى؟ إحنا في بروتوكول، وكان تقريبا في سنة 2018 البروتوكول اللي اتعمل ما بيننا وما بين وزارة البيئة، تحديدا معهد البحوث الفلكية، على انه مدينا بجهاز يكشف ما في باطن الارض. اذا يعني حتى هذا الاثر اختفى؟ ما هو يعني الاخبار عنه مش اختفت. يعني بتتعب كتير لما تلاقي كلام عن الاسكندر نفسه، يعني لما بس غالبا بس غالبا موجود في مصر، وموجود تحديدا في محافظة الاسكندرية. انا بقول ايه بقى؟ بعثة مصرية، ارجو ان الكلام، يعني انا بكلم بعثة مصرية بنسبة 100% تتربط بالاعلام مع الجهاز. احنا مش هنعمل عملية حفايل وندور في الاماكن القديمة، وخاصة هذا جزء من تاريخ مصر. عندنا رحلة العائلة المقدسة، رحلتا الخروج سيدنا موسى، كيف نستفيد من هذه الحقب التاريخية ان احنا نروج لها؟ يعني اعتقد ان رحلة العائلة المقدسة هي بمثابة حج بالنسبة للمسيحيين، وبالفعل البابا بابا الفاتيكان سمح للمسيحيين بالحج في مصر لوجود رحلة العائلة المقدسة. اعتقد تمام. احنا لم نستغل حتى هذه اللحظة تمام. هذا المسار ده انا ما كملتش لحضرتك الاسكندر. يعني انا بقول لحضرتك لو اننا البعثة دي اتربطت بالبروتوكول ومعهد البحوث الفلكية واتربطت بالاعلام، شوف مدى شغف الشخصيات العالمية على مستوى العالم ان في بعثة مصرية بتبحث وتنقب على قبر الاسكندر دون ضرر اي اثر لاي كنيسة او اي مكان قديم، احنا هنخش بالجهاز والجهاز يخش يقول لنا يدينا صورة وشهر مثلا نتربط في الاعلام زي ما احنا الاكتشافات الاثرية. يعني مصر يعني عامرة بها، يعني من عدة ايام تم الكشف عن 57 تابوت، يعني بحالة يعني جيدة كأنها صنعت بالأمس. طب أنا هقول لحضرتك الأكبر من كده، إن في بعض الباحثين برا بيقولوا إن مصر لم تعثر على كنوزها إلا بنسبة 1%، يعني في 99% ما زال يشوبه الضباب، وأرض مصر عامرة بكتير من الاثار والاكتشافات الاثريه المتوالية ان شاء الله هتكون موجوده. وانا يعني عايز اتكلم بالفعل والتجلي الاعظم يليق بمصر العظيمه بما تملكه من يعني تاريخ وارث وحضاره. تستحق مصر ان تكون بالفعل لديها حرم رابع، تستحق ان تكون قبله للتسامح والرحمه، وايضا تستحق ان تكون مقصدا لعباد الرحمن. الأستاذ حسن عبدالله الباحث الأثري بوزارة السياحة والأثار، أشكر حضرتك جزيل الشكر مرة تانية. كل سنة وحضرتك وكل الشعب المصري وأمتنا العربية بكل خير بمناسبة انتصارات أكتوبر. كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وصوت العرب، إذاعة صوت العرب طيبة، كل سنة والشعب المصري طيب، كل سنة والعالم العربي كله إن شاء الله السنة الجاية يبقى في تكاتف، إيد واحدة كلمة واحدة بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر. شكرا. ما تنده انا جايه، ده انا من زمان مستنيه يوم الفرح والصباحيه. من غير ما تنده انا جايه، ده انا من زمان مستنيه يوم الفرح والصباحيه. فستاني بحراوي والحنة سيناوي، ده انا جد شرقاوي، مصرية من أرض الفيروز، مصرية من أرض الفيروز. كل عام وكل
الشعب المصري وأمتنا العربية بكل خير. أيها الإخوة، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين على الحدث، مع وعد باللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وحتى نلتقي في حلقة الأسبوع المقبل، لكم دائما أرق تحيات فريق العمل. أيوب عدى الكلام وجايب لك توب، أخضر بلون وشمي محبوب داود محمد على هندسة الهواء. أيوب عدى الكلام وجايب لك توب، أخضر بلون وشمي محبوب. وأسعد دائما بصحبتكم في الإعداد وإدارة الحوار من أمام الميكروفون وائل الدمهوري.